ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست، وبعمل وصفات وخلطات للعنايه بالبشره والشعر، وصفات للمطبخ. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت يفرحني. النهارده طبعا جايه لكم بسلطه يعني عشق، يعني بالنسبه لي عشق، اللي هي الكولسلو. سهله جدا، بسيطه جدا. اقول لكم ايه، كانك بتعملي سلطه بلدي في البيت، طماطم وخيار. بسيطة جدا جدا جدا، مكوناتها بسيطة، موجودة في كل بيت، يعني مش حاجة غلبة. نبدأ نقول المكونات. بس قبل ما اقول المكونات، لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، من فضلك اجري بسرعة دوسي على الاشتراك وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت افرح بيه، محتاجة فعلا الفرح. نبدأ نخش على الوصفة بتاعتنا والمقادير بتاعتنا. عندي كوبايتين. قبل ما اقول المقادير، السلطه دي بتتعمل بكرنب اسمه كرنب سلطه ابيض. لما يعني تروحي بتاع الخضار، لو انت اول مره تعرفيها، اول مره شفتيها، او ممكن تكوني بتاكليها بره بس ما بتعرفيش الشكل، الكرومبه نفسها هي بتبقى كرومبه صغيره جدا. هو اسمه كرنب سلطه ابيض. هنبدأ نقول عندي كوبايتين كرنب بتاع السلطة ده الأبيض، أنا بشرتهم، وعندي كوباية جزر مبشورة، عندي كوباية إلا حاجة بسيطة مايونيز، عندي كوباية يعني كوباية زبادي صغيرة، دول 3 معالق سكر. لو عندك عسل ممكن تستغني عن نص كمية السكر دي وتحطي مثلا معلقة ونص سكر، معلقه ونص عسل. ما عندكيش العسل، السكر شغال يعني هيأدي الغرض. وهنا دي معلقه خل كبيره ورشه ملح. كده احنا تمام، ما فيش ابسط من كده. نبدا نعمل ايه السلطه دي يا جماعه. ما ينفعش اعملها واكلها على طول، مش زي السلطه البلدي اللي هي الافضل ان انت تاكليها على طول. لا، دي لازم تقعد في الثلاجه مثلا ساعتين لغايه ما تشرب في بعضها وتحسي ان هي بقت بايشه في قلب بعضها. اول حاجه هنزل بالمايونيز زي ما حضراتكم شايفين كده، نزلنا بالمايونيز، ننزل بمعلقه الزبادي بالشكل ده، تمام. بعدهم هننزل ب3 معالق السكر ومعلقة الخل الكبيرة، ودي رشة ملح صغيرة جدا. بصي انا هقولك على تركية انا بعملها، بس برضو براحتك. انا بحط رشة فلفل اسود، عندك فلفل ابيض يبقى كويس جدا، انا ما عنديش فحطيت فلفل اسود، تمام. هبدأ اقلب المكونات دي في بعضهم كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين، تمام جدا. ابدأ انزل بقى بباقي المكونات. ادي كوبايتين الكرنب بتاع السلطة، وعليهم كوباية الجزر، وهقلبهم كويس جدا في بعض كده. وطبعا لما بيقعد شوية في التلاجة بينزل مية شوية صغيرين، فبيبقى جوسي اكتر من كده. قلبناهم كويس جدا وهتسيبيهم في التلاجة. السكر اللي اتحط طبعا هتلاقيه داب خالص، وهتطلع سلطة كولسلو احلى من اللي بتاكليها فعلا، صدقوني بجد. اللي انا بعملها هنا في البيت بجد بجد احلى جدا من بعض اماكن، يعني في مكان ممكن تدخلي مره تنبهري جدا بالسلطه، تروحي مره تاني تتصدمي. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، خليكوا معايا عشان طبعا ده الفيديو هينزل لوحده لانه منفصل عن فيديو الكنتاكي، بس هنزل لكم الوصفه كلها مع بعض. اتمنى اكون افدتكم. يا رب ما تنسونيش في اللايكات وفي الاشتراك القناه، خلي القناه تكبر بيكم ومعاكم. باي باي يا بنات.